أضواء البيت الأبيض تنطفئ، الرئيس الأمريكي بخطر وسيموت بطريقة ما. لا، هذا ليس ما حدث البارحة، بل ما توقعه المسلسل المثير للجدل The Simpsons في صور أخذت من حلقاته المعروضة. أربعة صور تناقلها المتابعون على مواقع التواصل، تظهر إحداها مركز شرطة يحترق، وهذا ما حدث فعلاً عندما أقدم محتجون على إحراق مركز الشرطة خلال الاحتجاجات الجارية بسبب مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد على يد ضابط في الشرطة. أما الصورة الثانية فتظهر المحتجين والفوضى الكبيرة التي تعم شوارع الولايات المتحدة. وهنا يظهر البيت الأبيض وقد أطفئت أنواره، وهذا ما حصل حرفياً بعد وصول المحتجين إلى أعتاب البيت الأبيض خوفاً من وقوع هجمات إرهابية محتملة، وتم نقل الرئيس ترامب وعائلته إلى مخبأ تحت الأرض. أما الصورة الأخيرة فهي لترامب وهو ممدد في تابوت، إلا أن ذلك لم يحدث. لتعلموا عما نتحدث، دعونا نأخذ لمحة عن آخر ما تحقق من أحداث المسلسل الشهير فيروس كورونا. حلقة من المسلسل عرضت قبل 27 عاماً أظهرت تشابهاً كبيراً بأحداث اليوم. فيروس يأتي من اليابان، اسمه أوساكا فلو. يظهر عمالاً يقومون بالسعال في الصناديق التي يعبئون بها أدوات للمطبخ، ليتم إرسال الفيروس عبر الصناديق إلى أمريكا، وتظهر أعراض مرض شبيه بالكورونا على الأمريكيين الذين انتقلت إليهم العدوى. Good Lord. Flu germs entering every orifice in my head. وفاة كوبي براينت. نفس الحلقة عرضت صورة من نشرة أخبار لمروحية. ما يعتقده البعض مرتبطاً بمقتل لاعب كرة السلة الأسطوري كوبي براينت الذي توفي في حادثة تحطم مروحية مع ابنته البالغة 13 عاماً وسبعة أشخاص آخرين في شهر يناير الماضي. انتخاب دونالد ترامب. قدم المسلسل حلقة عرضت في العام 2000 ظهرت فيها شخصية ترامب على أنه يقوم بإعلان ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? We're broke. The country is. وقدمت الحلقة شخصية ليزا سامسون التي وصلت لمنصب الرئاسة مستلمة منصبها من دونالد ترامب، لتعرض مدى الانهيار الاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد في عهده. ويظهر ترامب في حلقة أخرى عندما يقرر هومر وهو شخصية من المسلسل حضور مؤتمر صحفي لترامب، ويتخيل هومر أن حجمه تقلص ليجذبه شعر ترامب إلى رأسه وهم على الدرج المتحرك، وهو المشهد الذي تحقق منه مقطع ترامب على الدرج المتحرك الذي اشتهر بسبب تشابهه مع لقطة المسلسل. الممثل توم هانكس. بعد إعلانه وزوجته إصابتهما بكورونا، ربط بعض المتابعين بين عزله الذاتي وفيلم عائلة سامسون الذي ظهر فيه عام 2007 قائلاً: This is Tom Hanks saying, if you see me in person, please leave me be. تنبأ المسلسل بأحداث عديدة غيرها، منها أحداث 11 من سبتمبر وفيروس إيبولا. وسط كل هذه التنبؤات وغيرها الكثير، يعتبر بعض المتابعين أن عائلة سامسون ربما من المستقبل، ويقول آخرون أنهم ليسوا من المستقبل بل ينسقون كل شيء ويضعونه على شاشات التلفاز كي لا نتفاجأ في المستقبل. أما آخرون فقد عبروا عن سخريتهم من الموضوع قائلين:
أصبح عالمنا مضطرباً لدرجة أن الأحداث الساخرة المصورة في الرسوم المتحركة بدأت تعكس ما يحدث في حياتنا. 2020 على وشك أن تستند على عائلة سامسون. فما رأيكم أنتم؟ هل تظنون أن كتاب المسلسل يتلقون معلومات استخباراتية؟ أم أنها فعلاً صدفة؟